مشاهدينا الكرام، ننتقل من سيئون إلى تعز لمعرفة تفاصيل أكثر حول إجراءات السلطات المحلية والمجتمع هناك، وينضم معنا من تعز الزميل أيمن قائد مراسلنا من تعز. مرحبا فيك أيمن. إذا استمعنا قبل قليل كيف هي الأوضاع الجارية لمواجهة هذا الفيروس في سيئون وفي حضرموت بشكل عام، ماذا عن تعز؟ نعم هشام، اذا هي تعز لا تختلف كثيرا عن حضرموت او بقيه المحافظات الاخرى. تعز بالنسبه للجهود الحكوميه التي تقوم حاليا في بعض الاجراءات لمواجهه فيروس ووباء كورونا العالمي، طبعا الاجراءات والاجراءات الرسميه التي تقوم بها السلطات هنا تكاد تكون ضئيله الى حد كبير. مكتب الصحه حتى اليوم وهو يقوم بالرش الرذاذي لبعض المستشفيات والمراكز الصحيه في المدينه، وهذا هو الاجراء الوحيد ربما الذي يقوم به مكتب الصحه حاليا، بينما المراكز الصحيه في المدينه والمستشفيات التي يفوق عددها على 200 في محافظه تعز هي تستقر لابسط الاجهزه والمحاليل التي تقوم باكتشاف بعض الامراض البسيطه ناهيك عن فيروس ووباء كورونا. طيب طبعا هناك أيمن كانت هناك كانت هناك فيديوهات قادمه من تعز لانتشار فرق طبيه تقوم على قياس درجات الحراره، ويقال انها كانت مموله من الشيخ حمود المخلافي، هل من معلومات حول ذلك واين تنتشر هذه الفرق الطبيه؟ طبعا صحيح من وما ذكرت من انتشار الفرق الطبيه التي هي مبادره كانت وبدعم من الشيخ حمود سعيد المخلافي، هي مجموعه من الاطباء او المتدربين او طلاب في كليه الطب قاموا بالانتشار في منفذ الواحد في نقطه الهنجر في طريق الظلام والخط الواصل الى مدينه تعز، تقوم بقياس درجه الحراره ليس الا للمواطنين والتعرف على ما اذا كانت قد برزت عليهم اي اعراض لفيروس كورونا، لكن هذه الفرق الطبيه تنتشر فقط في ذاك المدخل، بينما المداخل الاخرى للمدينه تستقر لوجود مثل هذه الفرق، وبالتالي المدينه تحتاج الى مثل هذه الفرق ومثل هذه الاجراءات في كل المنافذ. ايضا لابد من تكثيف الجهود لدعم المراكز الصحيه، كما كنت اتحدث قبل قليل بان المراكز الصحيه تستقر لابسط المعدات، ما بالك يعني في المراكز الصحيه المتواجده في القرى اذا كنا نتحدث عن المدينه التي تستقر لهذه الامكانيات. ظهرت على السطح هشام المجتمعي ظهرت عديد من المبادرات التي تقوم بها بعض المؤسسات مثل مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي وأيضا مؤسسة معكمة النووية، حيث قامت منذ يوم الأمس بنشر السيارات التوعوية المتنقلة بين الحارات المختلفة في المدينة، وأيضا قامت بتسجيل أسماء وبيانات الراغبين في التطوع في عملية التثقيف الصحي الذي سيتم بعد أن يتم استكمال تعبئة استمارات هؤلاء المقبلين أو الراغبين في التطوع. طيب أيمن، للقيام بحملات التوعوية. بما يخص استجابة السكان للحملات التوعوية وأيضا النداءات من السلطات المحلية بضرورة لزوم أماكنهم وتخفيف انتشارهم وتجمعاتهم في الشوارع، كنا تحدثنا أيضا وربما سمعت إلى كلام زميلنا عبد الله مؤمن أن الاستجابة في حضرموت كانت بسيطة وهناك نوع من الاستهتار، ماذا بالنسبة لتعز؟ كيف استجاب الناس لهذه الدعوات؟ طبعا إذا تحدثنا أولا عن الإجراءات والإرشادات التي أطلقتها والتوجيهات التي أصدرتها السلطات المحلية، السلطات المحلية بالأساس لم يعني أصدرت هذه التوجيهات لكنها لم تقم بالمتابعة ولم تقم بالإشراف المباشر على تنفيذ هذه التوجيهات وإصدار يعني ما يناسبها قانونيا يعني تجاه من يخالف هذه الأوامر. اليوم الأسواق ما زالت مفتوحة والناس يعني الشوارع مكتظة بالسكان والباعة والمتجولون، الناس اليوم انقسم الشارع في تعز بين فئة قليلة هي انضبطت باللوائح وطرق الوقاية من فيروس كورونا، بينما الفئة الأخرى وهي الأكثر في تعز تعاملت مع طرق الوقاية ومع الإرشادات اللازمة بكل استهتار. نعم. ويغيب الوعي اليوم في تعز بضرورة اتباع إذن شكرا لك. نعم. الطرق إذن شكرا لك أيمن على كل المعلومات التي أوردتها في هذا الاتصال مراسلنا من تعز.